نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون النقاشي بعنوان 100 يوم عدوان على غزة. ناقش الصالون الأوضاع الراهنة في غزة وآخر المستجدات والرؤية العربية والدولية لوقف الحرب ونزيف الدم الفلسطيني. كما تناول الصالون مناقشة أسباب تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لكل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار. عندما تعرب الدولة في مصر وعندما يقف الشعب المصري كله وراء الشعب الفلسطيني فهو بيفعل هذا من دافع وطني ودافع قومي. خلال 100 يوم الماضية أمور كثيرة في العالم العربي اتغيرت، بمعنى أنه منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وتعاملنا مع القضية الفلسطينية سواء احنا في مصر او في العالم العربي، حضرتك بعد ما هتسكت المدافع مش هيكون قبل 7 زي ما كان قبل 7 اكتوبر. بمعنى اخر ان اسرائيل بهذا العدوان السافر على قطاع غزة كشفت مجددا عن وجهها الحقيقي. موقف الدولة الوطنية المصرية ثابت منذ اللحظة الأولى في كسب التأييد اللازم لقضية تعتبرها الدولة الوطنية المصرية على لسان قائدها ورئيسها أنها قضية القضايا، ورفعت اللاءات الثلاث منذ اللحظة الأولى في مؤتمر القاهرة للسلام وفي اللقاءات الثنائية مع كل الأطراف المعنية بتلك القضية ومع كل ضيوفنا من العالم أنه لا للتهجير القصري، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتجويع وحصار الشعب الفلسطيني. وكانت بتقوم بكل الجهود الممكنة والغير ممكنة لفك الحصار وإرسال أكبر قدر من المساعدات، ووصولا اللي احنا النهاردة واحنا بنتكلم على مساعدات إنسانية تصل أن الدولة الوطنية المصرية فقط أرسلت ما يفوق 70% من المساعدات اللي وصلت لأشقائنا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. هو طبعا في جزء مهم جدا مرتبط بإدانة إسرائيل في المحافل الدولية. هو طبعا في جهد متراكم قبل الوصول إلى محكمة العدل الدولية في المحكمة الجنائية الدولية، ودي طبعا محكمة أشخاص، وإحنا قطعنا فيها شوط كبير خلال 10 سنين الماضية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. كانت في لجنة دولية إحنا كنا أعضاء فيها، كان في عدد من المصريين لملاحقة الأسماء اللي هي العسكرية والمدنية، ووجهت إليهم اتهامات ومذكرات توقيف. وده يفصل لحضرتك لماذا لا يخرج عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين خارج إسرائيل، وبالتالي في مذكرات توقيف أصلا لعدد كبير من حروب غزة، الحرب الثانية والثالثة، وبالتالي احنا بنبني على اللي حصل. نحن نتحدث في 100 يوم فقط في حرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يموت 112 صحفي، رقم كبير، رقم ضخم، رقم مرعب. عندما يقارن هذه الأرقام، هذا الرقم، بكل ما حدث قبل كده، لما نعلم ونعرف أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية على مدار 6 سنوات هو 63 صحفي أو 86 على وجه الدقة، احنا بنتكلم على كارثة صحفية، كارثة صحفية فعلا، انه هذه حرب اكثر دموية. لكن لما نعلم اكثر كمان، اكثر لما نعرف ان للمرة الاولى يتم استهداف عائلات الصحفيين وذويهم، استهداف متعمد ومباشر لترويع الصحفيين. نحن نتحدث عن سابقة في تاريخ الحروب أن يتم استهداف الإعلام والصحافة بهذا القدر من التوحش.